السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام اليوم في هذه الحلقة هذه إن شاء الله الرحمن الرحيم غنعطيكم واحد النصيحة سهلة وبسيطة ما فيها لا أكل ولا شرب ولا حتى حاجة اليوم غادي نوريكم كيفاش تعالجوا من الروماتيزم أو المشكل ديال الآلام ديال الركبة أو ديال الرجلين إن شاء الله الرحمن الرحيم بطريقة سهلة وبسيطة شنو هي؟ هي أننا غادي نتمشاو فوق الأرض حفيانين الأرض ماشي هي جليج ولا لا موزيك ولا لا الأرض هي التراب هي مثلا نخرجوا للطبيعه ونتمشاو واحد المسافه واخا غنحسوا بداك بالالم ديال الحجر او ألم ديال المزرار مثلا ولا هذه فهذاك الالم هو سبحان الله كيعطي الراحه للرجل وكينشط الدوره الدمويه في الرجلين ونحاولوا اننا نديروا هذه العمليه هذه الا خرجنا للعروبيه نديروها يوميا آه نعطيكم مثال بحال هكا نمشي عادي بحال هكا في الارض عادي في الارض بحال هكا آه بهذا شي واحد المسافه كاين بعض الناس اللي كيقولوا مثلا غادي كاين بعض الناس اللي كيقول <applause> لك كيقولوا غادي نمشيو لبعض الرمال وكنتخشاو في الرمله والرمله كتحيد الروماتيزم هذا اكبر غلط الرمله ما كتحيدش لان لا خاصك مشكل عندك مشكل ديال الكارتيلاج او عندك مشكل ديال الغضروف او لا فالرمله ما عندهاش ما كتحلش هذا المشكل فهذا كيكون كي مشكل ديال التغذيه تكون آه سليمه ان شاء الله في حلقات مقبله غادي نتكلموا اشنا هي التغذيه اللي كتسبب لنا الروماتيزم واشنا هي التغذيه اللي خصنا نتجنبوها ان شاء الله الرحمن الرحيم تسناوني في حلقات مقبله باذن الله باش نعطيكم نصائح مهمه فرجعوا الكلام اللي قلت لكم وجربوها مده عشرين يوم كنتمشاو في الارض حفيانين يعني في التراب حفيانين نضرب واحد المسافه ديال تقريبا حتى الكيلومتر وغادي تشوفوا النتيجه ان شاء الله الرحمن الرحيم مع السلامه